غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سنتريم للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته لم يقتل طفل واحد في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وانداي سنتريم للنبي صلى الله عليه وسلم بان جول คือ قط ولا بان سمعب مين سبعي تامنس ولا مرقى سطري كدوج نو دار ولا شيخ هاي منو جاه كدوج شنا دار ولا مريض هاي نيك شو كدوج شنا دار ولا عابد هاي خيوم كي كو انجن دار الذي يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يقتل فقط نيك دار بان تو ធ្វើ سنكريم ដាក់ نبي صلى الله عليه وسلم ឬក៏ទៅឆ្មាំង نبي صلى الله عليه وسلم ទៅ نبي ឬក៏អ្នកនោះឯងគឺជាអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់អាន نبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن يقاتل يعرض عليهم أولا الإسلام نبي صلى الله عليه وسلم من بيد قوات فرس مفريم جموي نمينا كي قوات بان مهان في الإسلام فإن أبوا عرض عليهم الجزية أن يدفعوا مال مخصص في كل سنة هذا المال يدفع ويبقوا تحت خلافة الدولة الإسلامية ប្រសិនបើពួកគេមិនបានធ្វើការចូលអ៊ីស្លាមទេណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉ាសាឡាំគឺគាត់តម្រូវឲ្យពួកគេចេញជាយីស្យាដោយបងវិធីទៀតស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉ាសាឡាំថ្ងៃកាពីអិនអាបោកានអលកិតាលហើយប្រសិនបើពួកគេនៅតែបដិសេធនៅក្នុងរឿងនោះទៀតمنذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله عدد القتلى من الكفار لم يتجاوز 1200 رجل من تنق في نبي صلى الله عليه وسلم تربان جاب تنق رهوت دال قوات سلام كفار دال بان سلام نوك نوك سنتريم نن كو بي من لك 1200 نعم من لك بي مويبان بي روي نتي